في خبر محزن، وفاة الفنان محمد فريد بعد معاناة مع المرض عن عمر يناهز 83 عاما. توفي الممثل المصري القدير محمد فريد اليوم بعد معاناة مع المرض بأحد مستشفيات القاهرة. وكشفت نايد محمد فريد ابنة الفنان محمد فريد تطورات حالته الصحية بعد أن تعرض لأزمة صحية ودخوله إلى المستشفى. عانى من مشاكل صحية بسبب سوء التغذية وضعف الأوردة، وعند إجراء عدد من الفحوصات في المستشفى تم حجزه في غرفة العناية المركزة حتى توفاه الله بعد نقص الدم في الأوردة. والجدير بالذكر أن الفنان محمد فريد شارك في العديد من الأدوار، ومن أهمها مسلسل ليالي الحلمية وفيلم الشيطانة التي أحبتني، وكان آخر أفلامه التي شارك فيها فيلم احكي يا شهرزاد. نسأل الله أن يرحم الفقيد وأن يرزق ذوي جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. نسألكم في التعليقات الدعاء له بالرحمة والمغفرة.